يجب وجوبا أن نعرف محبة الله حقيقة الحب. من الذي خلقك؟ من الذي أجرى الدماء في عروقك؟ من الذي جعل هذا البصر يتحرك في الدقيقة أكثر من 180؟ من الذي جعل القلب ينبض؟ من الذي يأخذ نفسك وروحك وأنت نائم فتسجد تحت عرشي ثم تعود؟ إذا أراد الله لك حياة أخرى، الجنين في بطن أمه من الذي يرعاه؟ إنه الله، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء. إذا أردتم أن تحبون الله فأوصيكم بأربعة. محبة الله تتحقق بأربعة أمور. الأمر الأول، أكثر من ذكر الله. الآن اللي يحب له أي شخص، ولله المثل الأعلى، يكثر من ذكره. وإذا أحببت الله أكثر من ذكره، اذكروه بالثناء والمدح سبحانه وتعالى، واحمدوه وقولوا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، خلقتنا كلنا بيدك، لا إله إلا أنت. الأمر الآخر، علينا بأن نشتاق إلى لقائه، نتذكر أن فيه يوم نعرض فيه، سيأتي يوم سيدخل الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، ونسأل الله أن نكون من فريق أهل الجنة، لكن سيقف أناس على الأعراف ينظرون ما يدرون وين مصيرهم. هؤلاء يبدأون يعيدون ما كان في الدنيا ويتذكرون، ومع ذلك سيندمون أيما ندم، ما لم يكونوا ممن تقرب وأطاع الله. الأمر الثالث، أن نأنس به. إذا خلوت لوحدك فاذكر ربك. أعظم ما يذكر الله جل وعلا به كتابه، وأن تكون خاليا ولو اجتمع مع ذلك الخلوة قيام وصلاة، لا يراك ولا يعلم عنك تلك اللحظة إلا هو، ستشعر بأنك قد تمكن شيء أو الحب كله لله جل في علاه. الذي بعد ذلك، الرابع، أن تحب المؤمنين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، تحب من يحب الله وتحب أهل الإيمان، فذلك سيجعلك تقترب من الله سبحانه وتعالى. كما أنك تحب الله فالله جل وعلا كذلك يحبك. من الذي خلق أبوك بيده؟ الله. سوى آدم بيده محبة لآدم ومحبة لذرية آدم. أسجد ملائكته لأبيك سجود تعظيم وتكريم. الله جل وعلا جعل ملائكته يعدون ويزينون الجنة لك إذا كنت من أهل الإيمان والاستقامة والصلاح والتوحيد. الله جل وعلا هو الذي هيأ لك أن جعل السماء لأجلك والأرض لأجلك، واستعمرك واستخلفك فيها حتى تكون ممن استخلف في الأرض خير استخلاف. فعبد الله حق عبادته. وحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله، كلمة تشفع لكم يوم القيامة.